أنا سعيد جدا بوجودي النهارده في المؤتمر الدولي للمدن الذكية بالتعاون ما بين جامعة عين شمس وبين الهيئة الهندسية. الموضوع المدن الذكية الحقيقة خلينا نقول إن وزارة التعليم العالي من أهم الملفات اللي هي موجودة في التعليم هو تدعيم ودعم رؤية المدن الذكية في مصر. المؤتمر على مدار 3 أيام 50 جنسية مشاركة في أكثر من 120 ورقة عمل، 50 منهم على الأقل 12 اوريدي كأبستراكتس في دوريات علمية مرموقة جدا، من ضمنها مجلة كلية هندسة جامعة عين شمس اللي هي تعتبر كيو 1 أو في طليعة الدوريات العلمية في العالم وبالذات في مجال الهندسة والتكنولوجيا. فالحقيقة أنا سعيد وفخور بهذا الحدث، وهو هيبقى مؤتمر الأول لكن أعتقد إنه هيبقى سنة يعني هننتهجها في السنين القادمة في نفس الموعد بأجندة ثابتة. الهدف منه طبعا هو بنواكب العالم في وجود المدن الذكية عالميا، وزي ما احنا عارفين ان في مصر احنا حاليا الدولة بتبني دول مدن الجيل الرابع، مدن الذكية زي العاصمة الإدارية الجديدة، زي العالمين الجديدة، زي كتير من المدن الجديدة كلها بتقوم على فكرة المدن الذكية. احنا 12 فرقة متأهلين من 183 فرقة دولية، لنا الشرف ان احنا بنمثل جامعة عين شمس النهاردة. احنا بناخد الخطوات الباقية لتوجه الدولة المصرية ان احنا نكمل في قضايا المناخ بعد كمان كوب 27، ان احنا هدفنا ان احنا نشارك في كوب 28، ان التول بتاعتنا تساعد في الفاندنج بروسس في عمليات التمويل يعني في كوب 28. قيمة المؤتمر نفسها بتبقى ميزتها ان الناس بتلتقي مع بعض، يعني لما يكون عندي ناس من تراكس مختلفة، تخصصات مختلفة، لما يقعدوا مع بعض حتى دي تطلع افكار تانية جديدة. على هامش المؤتمر في حاجتين، في المعرض وده المعرض ده موجود في طبعا بارتنرز وسبونسرز، وفي يعني قامه من الشركات عارضين حاجتهم وعارضين افكار ليهم برضو تخص السمارت سيتيز، وهيبقى في منهم بعضهم ليه سيشنز كمان هيعرض اصلا ايه دوره في الصناعه الاندستري.